الحاضرات في ملعب المباراة، وهدف ثاني من جانب روندون لأن يعتلي صدارة هدافي التاريخي لمنتخب فنزويلا. شوف الكرة، شوف التصويبة، وعلى يمين العوي استلم مرتاح تماما وصوب مباشرة لأن يسجل هدف. اثنين واقفين، اثنين جوزيف وروندون، كل اللاعبين يعني تاركين جوزيف وروندون في مكان. سجل هدف فنزويلا الأول. شوف روندون، تحرك رائع جدا، لاعب خبير، يتقدم ثم هدوء ثم نظرة ثم تمريرة وحط الكرة. جوزيف حط الكرة مباشرة. هداف فنزويلا الحالي صاحب 29 سنة، 60 مباراة دولية، يسجل هدفه رقم 14.